يلا نشوف سبع مسألة معانا عايزة ايه. وهنا عايز تدخل خمسة مثلا، ويطلع لك حاجة مكونة من خمس صفوف وخمس أعمدة بالشكل ده. يبقى عندك القطر الرئيسي كله زيرو، ومن ناحية واحد، ومن ناحية ايه شروط. فطبيعي بص، ما دام انا لقيت شروط في مسألة كده يبقى انت اكيد هتعرف الاريد دي على سنة تشار. ليه تشار؟ لان التشار ممكن تشيل الزيرو والون والعلامات دي. لو عرفتها انتجرز، الانتجرز مش هتشيل الحاجات دي، هتبرنت الاسكي بتاعها، الاسكي كود بتاعها لو هيبقى ارقام غالبا. تعالوا ازاي نعمل الكود ده. اعرف اول حاجه معانا تشار مثلا ايه، اي حاجه بو. اي سايز، عشان احنا هنسكن السايز بتاعنا. اعرف انت الانت ده الاي والجي والسايز. يلا نشوف الكود بتاعنا بيقول ايه. خلونا اول حاجه كده نسكان السايز بتاعنا. بعد كده بقى انت عارف زي ما شفت في المسألة ان عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، فبالتالي انت هتمشي الاي اصغر من السايز، وهتمشي كذلك الجي من السايز، لان الاتنين يعني ما بتدخل خمسة ويطلع خمسة وخمسة، خمس صفوف وخمس أعمدة، فبالتالي الاتنين متساويين. تعالوا بقى نحط ايه الكونديشنز اللي ممكن نحطها، الاف اللي ممكن نحطها هنا تخلينا الشكل ده يطلع كده. تعالوا مع بعض نشوف. بس الأول هو القطر الرئيسي ده بيبقى ايه؟ القطر الرئيسي ده المكان الوحيد اللي بيساوي فيه صفوف من الأعمدة. انت هتلاقي هنا ده زيرو زيرو، هنا واحد واحد، هنا تلاتة تلاتة، أربعة أربعة، خمسة خمسة. فبالتالي ممكن نحط هنا كونديشن if i equal equal j، ساعتها a of i of j هتساوي زيرو. ساعتها فعلا انت بتحط ايه؟ انت بتحط زيرو. تعال شوف، تعال نخش في تاني حاجة دلوقتي. ازاي لا برنت الشرط دي؟ انا لاحظ ان في الشرط دي ايه، الشرط دي مثلا الشرطة دي ايه الاندكس بتاعها؟ زيرو واحد، ده يبقى واحد وزيرو. ودي كام؟ دي اتنين واحد، اتنين وزيرو، واتنين واحد. فانت دايما ممكن تلاحظ حاجة، ان دايما دايما هنا بيبقى الصفوف اكبر من الاعمدة. يعني ايه الصف اكبر؟ يعني اللي في الاندكس بتاع الحاجه دي بقى الصف اكبر من العمود. يعني مثلا الاندكس بتاع دي، الاندكس بتاع دي كام؟ اكتبه هنا، بس مش عايز اكتب، اعمله كده. هلاقي الاندكس بتاعها كام؟ دي زيرو، دي واحد وزيرو، واحد وزيرو. خلينا نشوف حاجه تانية. دي مثلا الاندكس بتاعها كام؟ زيرو اتنين واحد. فدايما هلاقي ان الواحد، ان الصف يبقى اكبر من العمود في الحاله دي. زي ما هتلاقي ان الواحد اكبر من الزيرو، والاثنين اكبر من واحد، ولو كملت هتلاقي نفس الحاله يعني. فبالتالي بسيطه جدا، تعمل اف الاي بتاعك اكبر من الجي، يبقى ايه اوف اي اوف جي اكوال علامه ستة. الالس بقى يبقى ايه اوف اي اوف جي اكوال علامه واحد. بس دي المساله بتاعتنا. تعالوا نعمل برنت ليها. برنتف، لا خلينا برنتف. A of i of j بالشكل ده كده، دخل خمسة يا عم. هنا عمل برنتف، مبقاش اتش ال ال سي، خليها مثلا جي اظن اه اف جي اكبر اكبر من الاي، مظبوط تمام. او طلع الشكل بتاعنا. طب ايه اللي حصل؟ طيب ايه اللي حصل دلوقتي اللي عملته؟ انا دلوقتي عملت ان دايما لما يبقى العمود اكبر من الصف حط واحد. ليه؟ استنتجت منين؟ استنتجت من الحاجات دي كده. تعالوا نجيب الاندكس بتاع اي حاجتين، هتبقى نفس الفكره بتاعت دي. تبقى هنا دايما الصف الاندكس بتاع العمود بيبقى اكبر من الاندكس بتاع الصف. زي مثلا دي، ده مثلا هيساوي 0 1، فالعمود الاول الصف الزيرو، فبالتالي العمود بيبقى اكبر من الصف، وهكذا بقى مع بقيه الرؤوس. فبالتالي عملت كده. وهنا طبعا عملت برنت في الفور الصغير، وعملت سلاش ان في الفور الكبير عشان انتوا فهمتوا فكره النست لوب. بس فهندخل مثلا خمسه زي ما عايز كده، هيطلع الشكل على طول.
اتمنى تكون فهمتوها، ويعني ايه اي حاجة برضو مش فاهمينها تقدروا برضو تشوفوا الفيديو مرة واتنين وتلاتة لحد ما تجمعوهم. شكرا.